جولتنا الإخبارية بخبر استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء. ووجه الرئيس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. أستاذ صلاح، مصر بقالنا شوية بنتحول للطاقة الخضراء وشايفين العديد من المشاريع التي تقام على أرض مصر، حتى لقاء أمس ابتدينا نشوف أن هذه المشاريع بتأخذ شكل أكبر، بتأخذ تعاون مع دول زي أستراليا مثلا. إزاي أن احنا ممكن نستفيد من هذه الشركات العالمية أن احنا نصل إلى الحد أن يبقى اعتمدنا بشكل أكبر على الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر؟ هو بالفعل الطاقة الخضراء هي مستقبل الطاقة في العالم بأسره. مصر يعني خطت خطوات واسعة في هذا الاتجاه. نعم. مصر خلال السنوات الثمانية الماضية أضافت إلى البنية التحتية للكهرباء لإنتاج الكهرباء 31,000 ميجا وات، وهي رقم يضاهي أو يتجاوز إنتاج الطاقة في مصر، لأن احنا بننتج إجمالي إنتاجنا من الكهرباء 60,000 ميجا وات. فلما نضيف 31,000 ميجا وات خلال 8 سنوات، فحضرتك يعني لنا أن نتصور يعني حجم الإضافة اللي أضيفت للشبكة الكهربائية في مصر. إلى جانب أنه يعني مصر تحولت بالفعل إلى استخدام الطاقة النظيفة. تحولت يعني مجمع بنبان لتوليد الطاقة من طاقة الشمس، الطاقة الشمسية، ده من أضخم المجمعات لإنتاج الطاقة في العالم بأسره، وليس في المنطقة فقط. أيضا هناك اتفاقات عديدة أبرمتها وزارة الكهرباء مع العديد من الشركات على مستوى العالم، منها شركة بريطانية في خليج السويس لتوليد الطاقة، وشركة أخرى لتوليد الطاقة في هناك أيضا مشروع يستهدف إنتاج الطاقة في مدينة كومومبو في جنوب مصر من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. أيضا هناك مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في الزعفرانة، إلى جانب المشروع القديم القائم بالفعل اللي هي بالرياح، بالرياح عن طريق طاقة الرياح. فموضوع استخدام الهيدروجين الأخضر أعتقد أنه مشروع مستقبلي، ومصر بالفعل تخطو خطوات سريعة في هذا الاتجاه، وهناك الكثير من الاتفاقات التي أبرمت وأخرى في سبيلها للتوقيع خلال المرحلة المقبلة. فموضوع التوليد أو استخدام الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أعتقد أن احنا بالفعل بدأنا، وبدأنا أسرع من دول العالم كله، لأنه ده المشروع المستقبلي لتوليد الطاقة، وأنه المسألة غير قاصرة فقط على توليد الطاقة من استخدام المصادر التقليدية، مصادر البترول أو الوقود الأحفوري، الفحم والغاز الطبيعي وغيرها. احنا خطينا برضو خطوات في هذا الاتجاه، لكن الاتجاه إلى توليد الكهرباء باعتبارها أنه أولا غير ملوثة للبيئة، تاني حاجة هي مصادر لا تنضب، مصادر مستمرة، مصادر أولا لما ناخد فيها خطوات من دلوقتي، أولا احنا بناخد السبق، تاني حاجة التطوير فيها بيكون تطوير مستمر وتطوير سريع للغاية. فإحنا دلوقتي بدأنا بالفعل ان احنا ناخدو خطوات في هذا الاتجاه. أعتقد انه يعني في مشروعات لتطوير استخدامات الطاقة النظيفة حوالي 3500 ميجا وات، أعتقد
اعتقد انه الرقم هيزيد مع الاعتماد على الطاقة الجديدة المتجددة. طيب ايضا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس ترييه بالسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة سكاتك النرويجية بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالا لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجددة من رياح وشمس. الخبر ده يا أستاذ صلاح بيجي استكمالا للخبر اللي احنا كنا يعني الخبر الاولاني احنا بنتكلم على استراليا وشركه استراليه، هذا الخبر بنتكلم على شركه نرويجيه. من الواضح وانه مش بس الاهتمام القياده السياسيه، لكن ايضا التوجه اللي ماشي دلوقتي التعاون مع العديد من دول العالم لانتاج طاقه نظيفه. يعني انا يعني الاولاني احنا كنا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، دلوقتي بنتكلم في هذا الخبر على الرياح. اعتقد ان اجتماعات السيد الرئيس امبارح كانت كلها مركزه على انتاج الطاقه الكهربائيه، سواء بقى بنتكلم على طاقه رياح او على هيدروجين اخضر او على طاقه شمسيه، الموضوع كله في اهتمام الدوله بشكل كبير. طبعا